ومن فلسطين نستقبل الآن الشاعرة والإعلامية الفلسطينية نداء يوسف محمد هرش، وهي شاعرة لها مجموعة من الإسهامات الشعرية كديوان شعر بعنوان أن تكون أكثر، ديوان بروفايل للسيد هو، ديوان أنائيل، وديوان تأويل الخطأ. بالأمس أحيينا يوم الأرض، هذا خبر الساعة السابعة. أما خبر اليوم فقد صدر لي عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، طبعاً تابعة لوزارة الثقافة العراقية، ديواني الشعر بعنوان الحزن ابن الكلب هذا وامرأة عمياء تقود الحافلة. واحتفاءً بهذين الإصدارين أقرأ القصيدة الأولى في الديوان الأول. كتب طبعاً، لماذا هذه القصيدة؟ لأن من حيث أتيت التاريخ يسحق والبنى تسحق المرأة، من حيث أتيت فلسطين السيدة تحارب لتحرر التراب، وأنا أحارب لأحرر هذا الصلصال. من حيث أتيت جسد الأرض وجسد المرأة مادة للحب ومادة للحرب. نحن في فلسطين، كما أقول دائماً في هذا المقطع، مثل الدراقن ينضجنا شيء ما، ربما يكون الحب. نحن الذين عبرنا اللاز وردة دون حفيف، كما لو كنا مجرد صورتين، فكرنا أنه يمكننا الالتفاف على الزمن كما نحتال على الموت بالتماثيل، كما نحتال على الحب بالقصائد، كما نحتال على العدم بالأبد. نحن مادة للحب وللحرب، وهذا ما تقوله القصيدة ليس إلا. كتب: الهواء يتموضع لالتقاط صورة بخلفية زرقاء لجواز السفر ليس إلا. كتب: لا تترك يدي أيها الوقت، نحن وجهان للسماء التي بلا رأس ليس إلا. كتب: الزمن سجادة ننفضه ليس إلا. كتب: الريح التي تهب لا تحمل الرمل فقط. مثقوب هذا الصحيح ممتلئ بالمغنين والجوالين والحكايات والجثث والطيور الزرقاء والغاربين، وبالهواء يتنفس ثم يغيب ليس إلا. كتب: التاريخ يرتدي بكيني على حافة بحيرة متجمدة ليس إلا. كتب: في مقهى الفوضويين ليس بعيداً عن البرج الأخير من السور القديم لبروكسل، كما على الجهة الأخرى للمتوسط، التاريخ يرتدي عباءته بالمقلوب، يخرج من متسللاً من صدر امرأة أو جرحها، تجهل هي الأمر ليس إلا. كتب: الغيب بيت للشك، هنا دائماً ينقطع نفس الدخان الذي يحاول أن يحجز حصة في العدم ليس إلا. كتب: قبة قبعة، سقف للجمجمة البشرية ليس إلا. كتب: النار تنزل بحذر عن الجبل، ثيابها أساورها نهداها في الكتاب إلى أجل ليس إلا. كتب: وكما أرسم على حائط أحتضنه أولاً، هل يجدي أن تكتب التاريخ بدمك؟ الأمر يشبه أن تجر نهراً من شعره وتلقيه في حفرة، أو هكذا ليس إلا. كتب: الحفر الذي على الرقيم يتحول إلى طائر عندما يقرأه الأعمى ليس إلا. كتب:
التاريخ قاطع طريق ليس إلا كتب، الذي يعلق على الدم روايته يكتب ما يشاء. أين ستعلق حكايتي ياسين ندى؟ عبث أن تدعى بخارا يتصاعد من فم الموتى يكتب لك غدك ليس إلا فسر. الكلمات الواضحة أعمق الأسرار، ثم ما ينجو من الخراب لا ينجو من الجهل. صوتك متعب، شفتاي ليس إلا